طبعا انا يعني سعيد جدا موجود في قلعه كبيره زي النادي الاهلي، قلعه صناعيه طبعا احسن نادي في افريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط، بيدعو حمله انا شايفها من حمله سلوكيه مهمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى كرم الانسان، فما كرمه بالوجود يعني، فبالتالي حمله ضد التنمر دي حمله مهمه، وبنوعي الناس والشباب والنشأ ان السلوك الانساني ده سلوك حضاري، ومفيش حاجه اسمه ان انا اتنمر على شخص اخر، بالعكس دي حاجه مهمه جدا. والتوعيه عامه في كل حاجه فيها سلوك اعتقد دي من الحاجات المهمه، وهي مهمه جدا في الرياضه، لان الرياضه لا تتجزأ عن التربيه، الاثنين سلوك واحد. بالتالي طبعا انا يعني سعيد جدا بوجودي في النادي الاهلي، سعيد بوجودي في مشاركه في هذه الحمله المهمه، واتمنى الاستمراريه، وان كل الاتحادات والانديه والهيئات الرياضيه والشبابيه ووزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي يعني يحظوا هذا الحذو المهم، ومش بس في التنمر، في امور كثيره جدا بتمس المواطن والطالب في السلوكيات اللي احنا بنشوفها اللي بقت اصبحت يعني انا شايفها دخيلة على المجتمع المصري. طبعا هي المبادره انا ضد التنمر دي مبادره طبعا برعايه النادي الاهلي، ودي احنا سباقين دايما كنادي الاهلي ان احنا الحقيقه بنبقى متواجدين دايما في الحملات الكبيره اللي زي دي. الحمله دي الحقيقه ضد التنمر دي، علشان اولا هي دعوه ضد التنمر، ضد العادات السيئة اللي هي بقت الحقيقة متواجدة بشكل كبير وكثير في بلدنا للأسف، لكن إن شاء الله اللي جاي أحسن. ودي الحملات دي توعية مهمة جدا جدا جدا، بتدعو الشباب والجيل الجديد كله والشباب الوسط وكل الناس الحقيقة حتى كبار السن، زي ما انت شفت النهاردة كده كل الناس موجودة، أعضاء النادي، طلبة مدارس، شخصيات عامة، وزير شباب والرياضة طبعا، أعضاء مجلس إدارة النادي، الإدارة التنفيذية كلها، كلنا بنشارك عشان نقول للناس ان الرياضه مهمه جدا 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 للحياه السليمه والحياه السويه، لان انت عارف الرياضه هي كل حاجه. الرياضي هو اللي يقدر يذاكر في مدرسته، يقدر يشتغل في شغله، يقدر يؤدي الواجب اللي عليه بشكل بدون اي تعب وبدون اي سلوك غير سوي. فالحقيقه الحمله مهمه جدا، وانت عارف النادي الاهلي دايما سباق طول عمره، فان الحمله دي تطلع من النادي الاهلي دي عاده النادي الاهلي الحمد لله، ونتمنى ان هي تتكرر وتتكرر في كل النوادي وفي كل مراكز الشباب، وندعو كلنا الصبح بدري الناس تنزل وتلعب رياضه، وندعو كلنا كده ان السلوك الجديد يبقى للشباب الصغير، زي ما انت شفت النهارده الشباب اغلبه تحت 15 سنه يعرف ان الرياضه هي اهم حاجه، عشان يبقى الرياضه هي اللي بتحمي البني ادم من اي فكر وتشغله عن اي حاجه يكون فيها فكر شاذ. ودي حمله الحقيقه احنا ندعمها مع وزارة الشباب والرياضة، وزي ما انت شفت كده كل الناس موجودة، ونتمنى هي تتكرر يعني. أولا أنا سعيد جدا جدا بأن أهم حاجة أنا فرحت بيها النهاردة يعني أن النادي الأهلي هو اللي بيطلق هذه المبادرة الجميلة، لأن احنا بقالنا فترة بنحاول إن شاء الله أن النادي الأهلي يبقى له يعني يكون داخل قصة الدرجات على مستوى الاتحاد المصري، فشيء جميل قوي 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 أن تبدأ النهاردة هذه المبادرة من داخل يعني النادي الأهلي جوه النادي، وكل هذا العدد الغفير من الرياضيين اللاعبين في الدرجات، انت شايف يمكن احنا كاتحاد مصري الحكام مصريين موجودين، لعيبة موجودين، التربية والتعليم موجود، أبناء النادي الأهلي مشاركين، رئاسة النادي الأهلي كلها ومجلس الإدارة، كل الناس موجودة، بنوجه لهم الشكر، وعلى رأسهم طبعا يعني كابتن الخطيب لرعايته لهذا الموضوع، بنشكر برضو الوزير العامري فاروق، بنشكر كل مجلس إدارة على اهتمامه، وإحنا كاتحاد مصر الدراجات بنفتح يعني ذراعينا للتعاون مع النادي الأهلي في هذه الرياضة، وإن شاء الله إحنا عندنا النادي الأهلي يعتبر من القلاع الرياضية الكبيرة اللي بنتمنى إن هو يعني يكون أيضا زي ما هو بطل في الألعاب الرياضية كلها، إن شاء الله يكون عنده الأبطال في رياضة الدراجات، ونقتحم به إن شاء الله على مستوى الـ 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 على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العرب، إن شاء الله يكون على مستوى الدولي بإذن الله. بهنيهم النهاردة على نجاح اليوم الجميل دوت، وعلى هدف اليوم، دايما النادي الأهلي بيشارك في كل المبادرات الجميلة قيمة واللي فيها مبادئ، واحنا بنضم صوتنا كاتحاد مصر الدراجات للنادي الاهلي ولوزاره الشباب، بنشكر برضو الوزير دكتور اشرف صبحي على تواجده في كل التظاهرات النهارده، كان عنده 3-4
تظاهرات رياضيه برضو كلها بتعبر عن المبادئ. بنضم صوتنا كاتحاد مصر للدرجات للنادي الاهلي، وزاره الشباب لا للتنمر.